وعلى آله وصحابته أجمعين وآل كل وسائر الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا ما شئت ربي جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها الأحبة في الله ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المبارك بحول الله تعالى أن تحفنا رحمات الله تعالى ونسماته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه التتويجات وهذه النفائح وهذه النسمات المباركة التي يهديها الله سبحانه وتعالى لمن جلس في بيته يذكره، هذه هدية من الله سبحانه وتعالى، أو كاد من عند الله سبحانه وتعالى يقدمه لنا بهذه المناسبة، يعني بمناسبة جلوسنا في المسجد. أيها الإخوة الكرام، أحببت في كلمة هذه وفي هذا اللقاء المتواضع أن يكون موضوع كلامي وكلمتي إن صح التعبير عن أهمية السيرة في حياة البشر، وعلى وجه الخصوص في حياة المسلمين. ما هي أهمية السيرة في حياة الناس؟ ما الفائدة التي نستخلصها من دروس السيرة؟ لماذا ندرس السيرة؟ ولماذا بالضبط سيرة هذا الرجل الفذ العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، البطل الذي صنع التاريخ وصنع الرجال وشيد الجامعات والمساجد قبلها، وألف بين القلوب المتناثرة، القلوب اللي يعني متباعدة ومتشاجرة ومتنافرة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم، جمع بين جميع القبائل التي كانت متناحرة ومتنافرة في ذلك الزمن. لذلك أيها الأحباب، نحن نتكلم عن هذه السيرة الخالدة، عن هذه السيرة الخالدة بخلود القرآن الكريم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تخلدت وأصبحت خالدة، يعني راسخة في الأذهان وفي الكتب وفي عبر التاريخ، في طيات وصفحات هذا التاريخ، بحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم. وذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يدخل في هذا الذكر القرآن الكريم،
وأحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وسيرته العطرة تبقى شامخة وتبقى خالدة، ينتفع بها الناس ويعود إليها الفارون والخارجون عن الطريق والمارقون، ويعود إليها حتى أولئك الصالحون، حتى الناس الملاح يرجعوا لها. علاش؟ لأنه هي المنبع، هي المكان نتاع الزاد، منين يتزود الإنسان، منين يتزود المسلم. احنا نعرفوا بأنه كل إنسان عنده سيارة، هذه السيارة ما تقدرش تمشي إلا بالوقود، ولا بد في مرة من المرات أنه يروح للستاسيون ولا للسوناتراك ويعمر ويزود المركبة نتاعو، الفواتير نتاعو يزودها بالليسونس ولا بالمازوت حسب النوع اللي رايته زوية. كذلك نحن أيها الإخوة، سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هي المكان اللي يتسود منه الإنسان المسلم، وبه تتكون شخصية المسلم. المسلم ما تكونش عنده شخصية إلا باعتزازه بالإسلام، إلا بانتسابه إلى أمة سيد الآنام محمد صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية أيها الأحباب على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام هي في الحقيقة عبارة عن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري. هي بمثابة لدخ جابوا النبي صلى الله عليه وسلم باش يقرأ علينا، وماشي غير باش يقرأ علينا فقط، إنما يقرأ علينا ومن بعد طبقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نشوفوا علاش الله سبحانه وتعالى ما رسلش لنا نبي ملك، علاش؟ باش ما يحتجوش الناس ويقولوا هذا ملائكة يعبد ربي، يعبدون الله لا يفترون، يعني ما يعيوش ما يتعبوش، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ارسل الله سبحانه وتعالى بشر باش ما نقدروش نحتجوا، باش ما نقدروش نقولوا الصلاة بزاف علينا، خمس صلوات في اليوم كل يوم بزاف، هذاك رسول يقدر يديرها كل يوم، مي احنا ما نقدروش. على هذيك ارسل لنا الله سبحانه وتعالى رسولا بشرا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه هي الرسالة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة تاع النبي صلى الله عليه وسلم هي ديك الأقوال والأفعال والتقريرات اللي جاء بها صلى الله عليه وسلم. أي حاجة قالها، أي حاجة فعلها، أي حاجة قر بها وعليها فيجب أن نتبعها. يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، قول وفعل، هذه السنة فيها قول وفيها فعل. أن تقر بهذه السنة وتفعلها، ما تقدرش يعني تدير فريضة من الفرائض ولا تعمل عمل من الأعمال المشروعة اللي شرعها الله سبحانه وتعالى وفرضها أو ندب إليها، ما تقدرش تديرها إلا بالنية. عمل أنا راك تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التقريرية، السنة التقريرية، لأن السنة ثلاثة أنواع، وذكر بعض العلماء بأن لها أربعة، لكن المشهور والغالب والأصح أنها ثلاثة: السنة القولية هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلية هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم باختصار،
والتقريرية هي ما أقره صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يحكي له مثلا قصة أو واقعة من الوقائع حدثت فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك أو يقر بها، يقول فعلت شيئا حسنا، يقول درت حاجة مليحة، إذن فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة، إذن فهي سنة تقريرية.